وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتورة مريم الهاجري، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة. دكتورة مريم، بعد التحية، ما الهدف من الاهتمام بالمسح الوطني وما ستوفره نتائج هذا المسح في أنظمة المعلومات الصحية بمملكة البحرين؟ مساء الخير والتحية للجميع. طبعا المسح الصحي الوطني الذي تم بشراكة بين وزارة الصحة وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، والذي استهدف الأسر البحرينية وغير البحرينية بجميع المحافظات بمملكة البحرين، والمعلومات التي جمعت حول الأفراد هي من سن 18 وأكثر. طبعا الأهداف تكمن لهذا المسح الصحي الوطني في تعزيز نظام المعلومات الصحية وتحديد الأولويات الصحية للمملكة من خلال توفير معلومات شاملة عن حالة صحية للسكان، بهدف مساعدة راسمي السياسات على رصد الصورة المتكاملة للنظام الصحي من خلال 3 عناصر رئيسية: عبء المرضى، عوامل الخطر، تمويل الخدمات الصحية، واستجابة النظام الصحي من أجل المساهمة في وضع الاستراتيجيات والإنفاق المستقبلي، وخاصة إحنا داخلين على نظام التأمين الصحي. فهذه من الأمور المهمة اللي وضعتها الوزارة مع هيئة المعلومات من أحد الأهداف، بالإضافة إلى وضع قاعدة بيانات متكاملة عن صحة السكان عن طريق توفير البيانات تتعلق بمجموعة واسعة من المؤشرات التي لا تتوفر بشكل كامل من خلال السجلات الإدارية، مثل مؤشرات الحالة الصحية للسكان وعوامل الخطر وانتشار الأمراض والرعاية الصحية الإنجابية. وكذلك تضمنت المعلومات التي شملها المس المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة، وبخاصة المتعلقة بالصحة والرفاهية، وتسهم هذه المعلومات في تأسيس مستوى راقي من الاستراتيجيات المستقبلية وإدارة البرامج والمتابعة والتقييم. طبعا هذا المس جاء يعني تماشيا مع أهداف وخطة عمل الحكومة والاستراتيجية الوطنية للصحة، وكان يعني يعتبر هذا المس، وهو مسح يعني معتمد دوليا من قبل منظمة الصحة العالمية، نعم، واللي يعتبر منصة لجمع البيانات باستخدام المسوحات، وهذا يخلينا يكون هناك يعني مقارنة بيننا وبين الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية. وهذا المسح اللي تم واليوم تدشين نتائجه، كشفت النتائج اللي من هذه الدراسة بتوصيات مبنية على الدلائل والبراهين من أجل تحسين السياسات الصحية في المملكة، وخاصة مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية. وهذه البيانات يعني سيتم الاعتماد عليها لتوفير يعني تطوير وتحسين السياسات الصحية، وهذه اللي احنا نتطلع لها جميعا وتحقق تطلعات ورؤى قيادتنا الرشيدة في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وصاحب السمو الأمير سلمان بن حمد ولي العهد رئيس الوزراء الموقر حفظهم الله ورعاهم. نعم. فنأمل أن النتائج تكون يعني مكان للتنفيذ من أجل تطوير وتحسين الخدمات الصحية في مملكة البحرين، بكل والحد تأكيد من انتشار الأمراض المزمنة غير السارية وعوامل الخطورة. نعم، الدكتورة مريم الهاجري، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار. شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات.